أحسن الله إليك، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يقوم إلى صلاة الليل يستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين، فهل يقال دعاء استفتاح عندما يقوم في جوف الليل في ركعتين خفيفتين أو بعدها؟ إذا أراد الإنسان قيام الليل فإنه يفتتح القيام بركعتين خفيفتين، ثبت ذلك بالسنة القولية والفعلية، والظاهر أنه يقول دعاء الاستفتاح الذي يكون في التهجد بعد ركعتين، لأن ركعتين خفيفتان ودعاء الاستفتاح الذي في التهجد طويل. نعم.